السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بداية عمود الروح حلوه محلاها، كل يوم قصة جديدة رح نستناها، حكايات وفيها حكم منها بنتعلم، قصة دينة وقصة جديدة عمو بيتكلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا اليوم عن النملة الكريمة. كان يا مكان في قديم الزمان، كان في شجرة كبيرة فيها بيتين صغير من النمل، بيت نملة وبيت نمولة. نملة كان عندها أولاد صغار، ونمولة كان عندها أولاد صغار. فيو الدنيا كانت مطر وما قادرين يطلعوا يجيبوا أكل. مين النملة؟ كان ما عندهاش أكل، وكان بنتها صغيرة تقول لها بدي أكل بدي أكل. هسا نملة ما عرفت منين تجيب أكل وشو بدها تعمل. قالت شو بدي أعمل، ما ليش إلا أروح على جارتي نمولة، وهاي جارتي نمولة بتطعميني شوية عبين ما أطعمي بناتي. راحت نملة عند نمولة بتقولها يا جارتنا يا نمولة، تعطيني أكل كامح أطعمي ولادت الصغار، لأنك أنت شايفة ما في ولا أياتا إشي نقدر نأكله. هسا نمولي شو بتقولها؟ بتقولها أنا الثاني ما عنديش أطعميكي، شو أسوي لك؟ يا حرام. النملة روحت عند بناتها وهم بعيطن وما عرفت شو تعمل، لأنه نمولي كان عندها بالغرفة أكل بس ما رضيت تعطي النملة. فصارت يا حرام النملة يشوفوا ولادتها بعيط، وصارت تقول يا رب تصحى الدنيا عشان أقدر أجيب لهم أكل. سبحان الله، صحيت الدنيا وشمست، والنملة نزلت صارت تجيب أكل وتطعم ولادتها الصغار النملات الصغار، وتخبي لهن وتخبي 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 تا أنت لدارها من الأكل، والدنيا بعديها مطرت. هسا النمولة كانت ليش أنزل، ما هي الدنيا هي صح وخلص وعندي أكل. وبعديها نزلت الدنيا مطر. هسا أسبوع أسبوعين نمولة خلص الأكل عندها اللي كانت مخبيته، أما النملة ظل عندها أكل كثير. نمولة ولادتها الصغار صاروا عايتوا بدهم يأكلوا، قالت شو أعمل، أروح عند جارتنا نملة؟ بجوز ما ترضاش تعطيني عشان أجت طلبت مني وما أعطيتهاش. قالت نمولة أنا على كل حال بدي أروح أجرب أشوف جارتنا نملة، إذا بترضى تعطيني. راحت نمولة عند جارتها نملة، قالت لها أنا ولادتي الصغار بعيطوا وفيش عندهم أكل. واللي بتقولها نملة تعالي أنا عندي أكل، أعطتها أكل كثير وكانت روحي طعمي ولادتك. ونمولة وهي مروحة قالت يا الله أنا أجت طلبت مني وما أعطيتهاش، وهي لما أنا فيش عندي روحي طلبت منها أعطيتني، والله إنها هاي نملة كريمة. وهيك خلصت حكايتنا، وتوتي توتي خلصت الحد توتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.